اولا دول شوية ورد على مقاسهم كده عشان يفتح نفسنا على طريقة المحشي وربنا يعيننا. بصوا بقى، هي في كزبرة وبقدونس، طبعا الخضرة بتاعتنا والشبت دي حاجة أساسية، اللي طبعا ممكن تستغني على الكزبرة لو مش عندك. وكمان يعني في حاجات ممكن أحسها إضافات، بس أنا مش هعدل على أي حاجة، أنا هعمل بالطريقة بالظبط عشان إيه، عشان نشوف الطعم بالظبط هل يستحق كل ده ولا لأ. ومعانا الخضرة اهي، ومعانا الحاجات اللي هنقورها او هنحشيها، الكرومبا هي طبعا، حتى بتنجان وحاجات تانية، بس احنا متوفر عندنا الفلفل والكوسة، وهنا عندي بصل لزوم بقى التشويح والحاجات، وعندي هنا صلصة، وعندي الطماطم اللي هي هتتعصر وهيتحط لها معلقتين صلصة مثلا، والبطاطس هي كانت برضو بتعمل، بتقور البطاطس وبتحشيها، وفي عندنا الفلفل الالوان، والجزر ده بس انا هستخدمه في اني هحلي الصلصة بس شوية، يعني هنقطعه كده حاجات بسيطة ما لا تذكر يعني، وهنحطها مكان السكر، يعني انتي لو مش عندك جزر حطي سكر للصلصة عشان ما تكونش محدقة، بس الجزر هيكون طعمه حلو قوي في الخلطة يعني. بس عندنا التوابل بتاعتنا، طبعا التوابل دي على حسب رغبتك، ملح وفلفل وشطة لو انت عايزاه سبايسي، او مثلا عايزة بودر ثوم، او يعني هنشوف دلوقتي احنا هنعمل ايه بالتوابل. وادي لقطة سريعة كده عن المكونات عشان تجهزيها وتيجي معايا نجرب نشوف المحشي بتاعنا. انا هنا اول حاجة حطيت الكرومبا، طبعا شلت العظم اللي فيها في النص، وزي ما هي كده، في ناس بتحط ورق ورق بس انا بفضل كده، فحطيت شوية ملح بكمون عشان الغازات اللي في الكرومبا تطلع زي ما هي بتعمل بالظبط، برضو كلنا بنعمل كده. حطينا الكرومبا، واول ما تستوي الورق هنطلعها في مصفى عشان تنزل المية اللي فيها. هنا انا جهزت الحشو التاني، الكوسة والفلفل، وطبعا البطاطس عندي يعني معرفتش او مفيش وقت، مش هعمل كمية كبيرة، فانتوا بقى جربوا البطاطس وقولوا لي ايه رأيكم. جهزوه وسيبوه كده على جنب لغاية ما نطلع الكرنب ونشوف بعد كده التشويحة اللي هنعملها. وادي الكرنب بعد ما سلقته، انا ما جبتش طريقة السلق، هي سهلة جدا، بتحطوا مية مغلية وبتحطوا فيها كرومبا وملح وكمون، هي بس قالت معلومة ان لو الحلة ألمونيوم ومش عايزينها تزرق حطوا نص ليمونة مع هي وبتتسلق، بس هي مش طبعا مش بتكون مستوية جامد. تعالوا بقى نشوف، احنا هنشيل العظم اللي فيها ده، وبعد كده هنقطعها صغير كبير على حسب ما احنا عايزين صباع المحشي، وتعالوا بقى نشوف التشويحة ونكمل الفيديو بتاعنا ونشوف اخرتها ايه. اول حاجه هنشوحها معانا الفلفل الالوان، احمر واخضر واصفر طبعا براحتك، ممكن تحطي قرن فلفل حامي لو انت حابه سبايسي، ممكن البديل بتاعه معلقه صغيره شطه. انا عندي هنا بصلتين هحطهم، وحضري فص ثوم، هي بصراحه وفاء ما كانتش حاطه بس انا هحطها، هقولك يعني بعدين هتعمل بيها ايه. بصي بقى، هنحط الفلفل الاول في السمنه وبعد كده ننزل بالبصل. انا هنا نزلت بالفلفل الالوان، ومعلومه ليكي، وفاء حطت في الصلصه اللي هي هنستخدمها بعد كده معلقه سكر، انا قلت لكم ان انا هستخدم جزر، ودي تاني تكه انا هستخدمها، فبراحتك عايزه تستخدمي جزر هتحطيه دلوقتي او تستني شويه وتحطي معلقه سكر صغننه، يعني هي بتقول شعره سكر صغننه عشان الصلصه، وهنستنى الفلفل ريحته تطلع ونحسها بعد كده ننزل بالبصل. انا هنا زي ما انتم شايفين نزلت بالبصل بعد ما شميت ريحه الفلفل، واديني بشوحهم مع بعض. على فكره عايزه اقول لكم ان البصل كمان بيتعمل محشي، بس الشاطر بقى بتعمله، انا بصراحه ما جربتوش ومش عارفه طعمه ايه، لو حد جربه يقول لي طعمه ايه. انا عندي هنا البصله دبلت خالص، وبس ما خدتش لون، لكن هي دبلت ما تقعدش كده يعني. بعد كده حطيت من الصلصة، عندي صلصة بصراحة بالريحان، وعندي صلصة كمان بالخضار، وفي صلصة بالبقدونس،
فانتي ممكن تحطي البدائل دي كلها طازة. دي صلصة بالخضار اهي، دي برضو جميلة قوي، بالبقدونس، بأي حاجة، المهم تكون صلصة حلوة. ويا ريت لو عندك برضو عصير طماطم فريش تحطيه معاهم. دلوقتي انا هحط وهزودها شوية شوربة، لازم تجهزي شوية شوربة فراخ او لحمة او اي حاجة، ودي كمان اللي هتسوي الكرنب تحطيها عشان هتفرق في الطعم جدا. وبعد كده هسيبها تتسبك وندخل بقى على الكرنب عشان نقطعه ونحشيه. انا عندي هنا طبعا هنزل بالتوابل. هي وفاء نزلت توابل كتيرة في الصلصة، بس انا بصراحة ده اللي متوفر عندي. معلقة كده ملح فلفل، ومعلقة مثلا نص معلقة كبيرة او معلقة مليانة كده صغيرة، ونص معلقة من الشطة عشان تدي طعم كده سبايسي. ممكن بقى تحطي قرفة، كمون، اي طعم انتي بتحبيه. وفي برضو خلطة المحشي، بس للأسف انا مش متوفرة عندي، فهنسيب الصلصة تتسبك وبعد كده نخش على الباقي. يلا بينا. انا هنا قطعت الكرنب وقطعت الخضرة برضو، غسلتها وقطعتها مع بعض. دلوقتي هنبدأ في الحشو. انا هنا نزلت على الصلصة اللي اتسبكت وبقت تمام ومتبلة وكل حاجة. نزلت بكيلو رز، طبعا على حسب الكمية، لو عندك هتحشي كتير ممكن تحطي كيلو ونص. وبعد كده هنزل بالخضرة عليهم واخلطهم كلهم مع بعض. هتقلبيهم كلهم وبعد كده تبدأي تحشي. هنا معانا الخلطة اهي جاهزة، هنحط بس زي كده اقل من ربع كوباية زيت، عشان طبعا عارفين عشان الرز يفلفل. وهنا الحلة اللي انا هعمل فيها هنحط برضو شوية زيت عليها. وعندي العظم ده بتاع الكرنب اللي انا طلعته، هحطه من تحت وبعد كده هبتدي احشي وارص.